مسعداء بمشاركتك معانا، وحضرتك كنت استمتعنا بالتعليق على المباراة ونقل الأجواء للجمهور اللي بيتابعها في الإمارات وفي مصر وفي كل مكان. يا ريت تقول لنا تفاصيل أكتر خلال متابعتك وقراءتك للمباراة من أجل التعليق، أهم الملاحظات اللي شفتها على المباراة دي من وجهة نظرك. والله مبروك طبعا للنادي الاهلي في الاول، مبروك لجمهوره ومجلس ادارته وعشاق النادي الاهلي في كل مكان في العالم. المباراه طبعا فيها مكاسب كبيره جدا يا استاذ محمد. اول حاجه ان بعد 6 سنين تقريبا ما كانش حاضر جمهور النادي الاهلي والجمهور المصري، فده مكسب كبير جدا. الاثنين عملوا يعني كانوا سفراء ممتازين جدا، سواء جمهور الاهلي او جمهور النادي المصري امس كان على مستوى كبير جدا، وظهر معدن وقيمه جمهور النادي الاهلي اللي شفناه طبعا من اللحظه الاولى بيشجع. مجموعه اللاعبين، الاجواء، الاتموسفير كله، شكل الاداء كله، يمكن ده المره الثانيه على التوالي النادي الاهلي يفوز هنا في ملعب الزع، وكان فاز ايضا على نادي روما. وفي الماتشات الثلاثه كان حضور له حضور جماهيري كبير جدا، سواء مع نادي الزمالك او سواء مع نادي روما قبل كده، او الماتش اللي هو الثالث مع النادي المصري. حتى كمان في المباراه الثانيه اللي كانت لعبت في محمد بن زايد كان حاضر جمهور كبير جدا للنادي الاهلي. كرنفال طبعا وحضور جماهيري ممتاز، وده اللي بنتمنى دايما احنا نشوفه في الملاعب المصريه. ان شاء الله ترجع الجماهير ثاني ويكون موجود الحضور الجماهيري الجميل بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا الاهلي يعني كل يوم بعد الثاني بصراحه بيثبت انه نادي صعب جدا بارقامه. شوف النهارده بتتكلم على 125 بطوله، يبدا سنه جديده ببطوله مع رئاسه جديده ببطوله، ففي مكاسب كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. والمكسب زي ما انت عارف دايما استاذ محمد بيدي استقرار للجهاز الفني. النادي الاهلي عنده كل مقومات النجاح على مر تاريخه، لانه بيشتغل بسيستم، والسيستم ده يعني زي ما الانجليز دايما بيقول لك، اللي بيبدا بسيستم بيضمن دايما النجاح بنسبه 50% في البدايه. كابتن عصام رايك في المباراه، لان دايما بيقولوا المباريات احيانا تساعد واحيانا تعرقل المعلق انه يتفاعل معاها ويستمتع باللقاء، فينقل الايقاع اللي شايفه في الملعب للجمهور والمستمعين او المشاهدين. رايك في مباراه الاهلي والمصري على مستوى الاداء والحماس اللي كان في الملعب وقوه المباراه من وجهه نظرك كمعلق رياضي، وتاثيرها بالتالي على الاداء والتعليق؟ والله هي المباراه كان في طبعا مجموعه من اللعيبه ناقصه، يمكن من مجموعه من الفريقين، سواء الاهلي او سواء النادي المصري، لكن هي اتت متوسطه. وفي الاوف تايم الثاني بدا المستوى يرتفع. الشوط الاول يمكن اقل الاشواط، الشوط الثاني الوقت اللي هو الطبيعي الاصلي، والوقتين الاضافيين الاول والثاني هم كانوا اعلى رتما شويه، لكن كان في تحفظ طبعا من النادي المصري. لكن استحواذ الاهلي، سيطره النادي الاهلي، الفرص اللي خلقها النادي الاهلي حتى لو الهدف جه عن طريق خطا لحارس المرمى، لكن الاهلي طبعا كان عنده نسبه اكثر من 62% استحواذ، ودي نسبه طبعا يا كابتن في مباراه بتخلص لك بطوله نسبه كبيره طبعا. لو 50 51 الفوارق صغيره، لكن نسبه الاستحواذ بالنسبه للاهلي كانت بتاهله في اي توقيت ان هو يكسب. لكن مكاسب كبيره زي ما قلت لك بالنسبه لكل اللاعبين، يعني مجموعه اللعيبه اللي شاركت في النادي الاهلي، سعد سمير لما بيرجع، المجموعه اللي شاركت مع النادي الاهلي، الاستقرار، البطولات ديت بتدي طبعا ثقه بالنسبه للعيبه كبيره جدا، بتزود ارقام قياسيه لكابتن زي حسام عاشور. لا في فوائد كبيره جدا جدا طبعا، اهمها زي ما قلت لك ان النادي الاهلي طبعا التارجت بتاعه ان شاء الله يكون بقى لكاس عالم الانديه لمستوى اعلى من المركز الثالث اللي عمله، وده اعتقد الفكر والتفكير اللي بيشتغل بيه النادي الاهلي دلوقتي. وانا شايف ان شاء الله ان الثلاث اربع سنين الجايين دول هيبقى في ارقام كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. يمكن اول المكاسب ان في دلوقتي خلاص شبه تاكيد ان النادي الاهلي ان شاء الله هيبدا في الاستاد الجديد بتاعه. طبعا كل البطولات دي بتبقى عوامل مهمه جدا يا استاذ محمد ان النادي الاهلي يذهب بعيدا ويعمل ارقام كبيره، والحقيقه وتبقى مشاركاته الدوليه والعالميه اكتر. طبعا ده مرتبط مع الفكر الخاص بمشروع القرن واستاد الاهلي زي ما حضرتك قلت. طبعا هو النادي الاهلي من زمان بيفرق عن انديه كتيره جدا. الاهلي دلوقتي يا كابتن محمد في مصاف الانديه العالميه الكبيره بارقامه، بالانجازات اللي بيعملها، بالسيستم اللي شغال دايما، ان اللي بيجي بعد كده بيكمل اللي قبل منه. في نجاحات كبيره جدا، من اهم الاشياء اللي دايما تنجح اي مكان هو الاستقرار، وان انت تيجي تكمل بعد الاخر، وان كله بيشتغل من اجل كيان النادي الاهلي. اللعيب اللي بيجي للنادي الاهلي ويبقى عارف ان هو يقدر يخش في المنظومه ديت بيقدر يتواصل، اللي ما بيقدرش يقعد كتير، لانه هو في سيستم معين، لو انت ما مشيتش ترسي من التروس اللي موجوده في السيستم بتتعب. لكن
لكن في مكاسب كبيره. وانا شايف طبعا التخطيط حتى جزئيه الـ 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 ان كل ان كل واحد ماسك باكج معين، حاجه معينه، توزيع الاختصاصات على اعضاء مجلس الاداره، القضاء، الملفات جداً المختلفه جدا طبعا. ايوه هو ده مهم جدا. في الاخر كله بيلتقي في النقطه، في الاخر النادي الاهلي دوت يروح للعالميه، وده اللي انا بقوله، وده اللي انا حاسه ان شاء الله في السنوات الجايه النادي الاهلي هيفرق كتير جدا جدا، لان بتبدا طبعا المؤشرات في انك بتدي بتقسم المهام بشكل كبير على اسماء كبيره جدا طبعا، اسماء كل واحد ليه وزنه وليه تقله، فده طبعا في الاخر هيعمل مجموعه نجاحات، والنجاحات هتبقى في المقام الاول طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي الفتره الجايه برضو يا استاذ محمد محتاج ان هو يشتغل على ليميت ان هو يكون في المستوى العالمي، يعني حته البطوله المحليه، حته بطوله السوبر، الكاس، الحاجات دي كلها بالنسبه للنادي الاهلي انا من وجهه نظري مش عارف حضرتك شايفها حضرتك من وجهه نظرك شايفها لا تكفي، لكن نعم حضرتك شايفها من وجهه نظرك لا تكفي، انه لا يجب او لابد من التفكير في افاق ابعد من كده، من البطوله المحليه فقط. طبعا والنادي الاهلي يعني لابد من كده، لابد ان هو يبقى في كواليتي بالنسبه للعيبه الاجانب اللي تيجي، خصوصا بالنسبه للنادي الاهلي يعاد ترتيب من جديد، ان النادي الاهلي يكون زي المجموعه اللي كانت والفتره اللي كانت مع مانو جوزيه، المستوى العالمي، ان انت تروح ابعد من كده كمان، ده المفروض ان الفتره اللي جايه. واعتقد ان مجلس الاداره دلوقتي ومجموعه اللعيبه وكله دلوقتي هيبتدي يفكر بالفكره ده، لان النادي الاهلي طبعا زي ما بنقول عليه دوله الافراح بالنسبه للكره المصريه، وبيمشي دايما بخطى ثابته، وهو في اوقات كثيره جدا كان في حزن بالنسبه للرياضه، هو كان دايما منبع النجاح. انا ببارك له طبعا على الاداء وعلى ان في بطوله جديده تضاف للنادي، وان جمهوره العظيم دوت في الامارات خصوصا بيبعت دايما رسائل يعني ممتازه، مفيش خروج اطلاقا عن النص، عدد الالاف اللي بيحضر ده كله بيبقى نموذج مشرف جدا جدا لمصر في المقام الاول، وللنادي الاهلي اللي دايما اتعودت لعيبته دايما تاخد قوته من الجمهور العظيم ده. بشكرك جدا على كلام مهم وكلام اكثر من رائع اللي تفضلت بيه، المعلق الرياضي الكابتن عصام عبده، شكرا جزيلا لك. ويعني اعلق سريعا على امرين اشار لهم الكابتن عصام في